الكثير من الآباء والأمهات يسمعون كلمة مرونة لدى الأطفال، فماذا نقصد بكلمة مرونة؟ مرونة معناها قدرة الطفل على التكيف والتأقلم مع التحديات وظروف الحياة. ولماذا المرونة مهمة لدى الطفل؟ وجود قدرة الطفل على التكيف مع ظروف الحياة المختلفة يساهم في رفع ثقة الطفل والمراهق بنفسه، ويساعد على تخطي الصعوبات والتحديات اللي تواجهه، بالإضافة لقدرته على ضبط انفعاله ومشاعره. علامات المرونة، كيف ممكن أعرف أنا كأم كأب قدرة ابني أو بنتي على التكيف مع ظروف الحياة المختلفة؟ هذا نرمز له بعلامات المرونة. علامات المرونة بداية قدرة الطفل والمراهق على التعبير عن مشاعره، قدرته على ضبط انفعالاته، قدرته على وضع حلول بدل من التركيز على صعوبة المشكلة أو التحديات اللي هي تواجهه، قدرته على تنظيم وقته، مدى ثقته بنفسه، ووجود مهارات صحية للتأقلم مع التحديات والضغوطات اللي ممكن هي تواجه الطفل أو المراهق. بناء على ما ذكرناه بالنسبة لعلامات المرونة، فلنفرض أن كأم كأب ما لقينا أن أبنائنا لديهم مهارات المرونة أو علامات توحي أنهم عندهم مهارات جيدة في المرونة والتأقلم، هل نستطيع بناء هذه المهارة؟ هل نستطيع تعزيزها؟ نعم، نستطيع تعزيز مهارة المرونة. أساليب تربوية جدا بسيطة ومتاحة لكل الوالدين، من بداية من الطفولة، بإعطاء الطفل المساحة أنه يعتمد فيها على نفسه. على سبيل المثال، وهذه من الأمور الكثير دارجة، طفلين يختلفون على لعبة، فمن الأمور اللي ننصح فيها عدم التدخل مباشرة، نعطي الأطفال الفرصة والوقت الكافي حتى يحاول أنه هو بنفسه يحل المشكلة اللي تواجهه، لكن في نفس الوقت نراعي أنه ما يكون هناك في ضرر على أي أحد من الأطفال. إعطاء الطفل بالإضافة إلى الفرصة أن يواجه التحديات الوقت الكافي للحوار، للحديث، للنقاش مع الطفل، تعليم الطفل القدرة على التعبير عن مشاعره باختلاف المشاعر، مشاعر الغضب، الحزن، مشاعر السعادة، وقدرته على التعبير وضبط هذه الانفعالات. وما ننسى أن احنا نكون قدوة جيدة للأبناء، فقدرتنا كأولياء أمور على ضبط انفعالاتنا، على إجراء حوار مع الأبناء، يطور من مهارات المرونة لدى الأبناء. من الأمور المهمة بالإضافة لتخصيص الوقت مناقشة المواقف اللي نمر فيها كبالغين مع أبنائنا، بالإضافة لمناقشة يوم الطفل أو المراهق. وتفيدنا هذه المناقشة أن تبني مهارة المرونة لدى الطفل أو المراهق، من حيث أن احنا نضع الحلول مع بعض، نسمع للمراهق. ومن الأمور المهمة عند الاستماع إلى المراهق أن نكون منصتين جيدين، هذا يعزز ثقته، بالإضافة إلى يشجعه أنه هو يشاركنا أحداث يومه. من الأمور المهمة وجود روتين يومي للطفل أو المراهق. نقصد بالروتين اليومي أن هناك أوقات مخصصة للعب، أوقات مخصصة للدراسة، أوقات مخصصة للتواصل الاجتماعي. نقصد بالتواصل الاجتماعي تعويد وتعليم الطفل إنشاء علاقات اجتماعية مع أقرانه، مع أخوانه، زملائه، حتى يكون عنده شبكة اجتماعية. وجود الدعم الاجتماعي عامل مهم في بناء المرونة وتعزيز المرونة. من الأمور المهم تدريب الطفل عليها، تعويده على وضع أهداف، قد تكون الأهداف يومية، أسبوعية، سنوية، وهذه تساعد أن الطفل يكون لديه أهداف قد تتحقق خلال فترة زمنية بسيطة أو فترة زمنية أطول، يساعد على مهارة التنظيم، يساعد الطفل تكون له رؤية مستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الطفل بنفسه. فلنفرض أن الطفل وضع أهداف السنة الماضية وتمكن من تحقيق جزء كبير منها، فهذا يعزز من ثقته بنفسه ويساعده على الاستمرارية في وجود هدف في حياته. تختلف الأهداف، قد تكون أهداف دراسية، أهداف اجتماعية. نصيحة لكل أم وأب، تخصيص وقت مثمر مع الأبناء لنبني معا جيل أكثر مرونة.
Stigma refers to the negative beliefs, the misconceptions, and the bad attitudes that the society has toward mental illnesses. Stigma can lead to misconceptions and discriminations. Some aspects of the stigma towards mental illnesses are from the misconceptions and the stereotypes. People often think that people suffering from mental illnesses are unpredictable. This also results in a lot of shame and guilt. These false beliefs and the stereotypes leads to mentally ill people not seeking the help that they so require to lead a normal life. And this also often results in discrimination. When disclosed that an individual has mental illnesses, they are unfortunately targets of a lot of persecution and stereotypy at work and in society. Stigma towards mental illness is a complex issue influenced by several factors. To begin with, media has portrayed mentally ill individuals as always unpredictable, dangerous, incapable intellectually, and needs to be confined or abandoned. This has precipitated a lot of cultural stereotypes. People do not accept mentally ill individuals into the society or into the normal psychosocial spectrum. This has resulted in individuals with mental illnesses not seeking the help that they need and living in confinement and isolations, afraid and ashamed of their mental illness. Another primary factor contributing to the towards stigma of mental illnesses is lack of understanding and decreased education in the community about mental illnesses. People know very little about what mental health and mental illnesses entail, specifically in schools and universities and communities. This leads to a lot of misconceptions and misinformation to brew, and added to that, the social, historical, and the media makes it just so much worse for individuals with mental health. Stigma towards mental illnesses is a significant concern because this results in barriers to treatment. Individuals with mental illnesses do not seek the help that they require because of the misconceptions surrounding the mentally ill. It also results in decreased diagnoses or misdiagnoses in certain cases. Because of the stigma, there is a huge socioeconomic impact because people don't seek the help they need and they continue to suffer with mental illnesses. Their outcomes in terms of their education, their work performance, their responsibilities towards relationships, all of this get influenced, and people still refrain from seeking the help that would otherwise make their life much easier and help them cope better with their stresses. Reducing stigma is a crucial goal, and there have been a number of strategies that have been implemented to reduce stigma. On top are public health programs and awareness campaigns. Increasing and improving education and awareness of general community towards mentally ill and mental health and mental well-being is very crucial. Media plays a big role in reducing stigma, but unfortunately, this can also be a platform for misinformation and misconceptions to proliferate. Therefore, there have to be guidelines on what kind of information is released on social media platforms and other media in general. Media has a responsible role to play in counteracting the stigma and improving the awareness and education towards mental illness. Together, let's break the barriers and beat the stigma.